في بلاي نبداو في استقبال ضيوفنا. بداية الحديث باش تكون على السيابي، عريضة من عدد من أحباء السيابي ممضات من قبلهم الطالب باستقالة رئيس النادي عبد السلام السعيداني من مهامه. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا من عند صاحب العريضة وصاحب الفكرة محمد سفير، موجود معنا من فرنسا. سي محمد أهلا بك. سلام وبيكم عاش خويا، مرحبا بكم أنتم زاد. شنو أحوالك؟ شنو الأمور؟ والله الحمد لله ربي يبارك لك. أنا على حب نقولك على العريضة، راني أنا واحد من برشا جماهير السيابي اللي قدمنا العريضة، أنا واحد منهم. كيف جات الفكرة من الأول؟ كيف جات الفكرة من الأول؟ والله جات الفكرة على الوضع اللي فيه السيابي، هاكا تشوفوا الحالة فيها السيابي تسخر، 4 سنين نلعبوا تفادي نزول وبالحق الجمهور قلقنا وما لقينا حتى حل آخر. أنا وقت اللي يزمنا نعاون وعاوننا الناس الكل تلمينا على الجمعية في الوقت اللي فاتت وحبينا ندزوا معاها، لكن لقينا في الأخر الجمعية مازالت قاعدة تغرق برشا وما فماش حلول، بخلاف حبينا تتدخل هيئة تسييرية باش تعاون ورفض رئيس الجمعية السعيداني ما حبش وما لقيناش حتى حل، ولينا قلنا نعمل العريضة هذه في نفس الوقت احنا رانا قاعدين نعمل في المستحيل باش ندزوا مع جمعيتنا وما لو حوايج ان شاء الله. يعني احنا قاعدين نتبعوا في جزء ثنية نتاع العريضة وثنية نتاع نعاونوا في الجمعية، رانا مانيش مؤخرين باش يكملوا ندزوا معاه ونلموا الفلوس في الجمهور كما عملنا الى يومنا هذا وان شاء الله مع جمعيتنا بحول الله. وين وصلتوا فيها العريضة؟ فما برشا عباد والله العريضة عريضة ان شاء الله الجمهور يعني تفاعل برشا حد الان، يمكن توا في نهارين بنينا قريب 1500 محب عن امضاء فيها دخلات على الانترنت زاد هبطنا عريضة الكترونية صح وفيها برشا. ونستناو رد السلطة ان شاء الله، احنا خايفين لا قدر الله من بعد مفاجأة من ردة فعل نتاع الجمهور، حبينا نتحركوا يعني بامور قانونيه، حبينا يعني نشوفوا شيء رد فعل السلطه ان شاء الله. حتى رئيس الجامعه جاء في جويليا وعدنا باللوديت وتوا نستناو في الوعود نتاعو، رغم اللي راهم تحركوا مع دي فريق وبن قردان، احنا معانا مش عارف علاش ما تحركوش التو، ان شاء الله يوفوا بالوعد نتاعهم. وانتم تعرفوا كيفاش يعني الوضع اللي فيه توريج الجمعيه يسير من بعد في السيابية، عنده مشاكل مع القضاء تعرفوها انتم من غير ما نحكي لكم، يعني وضع ميزيريا بالحق، يعني السيابية نعيشوا في حالة عن 4 سنين من غير تقرير مالي، من 2019 ما تبعتش بطاقات من الخيرات، يعني فم برشا برشا نقاط غامضة، برشا 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 نقاط، حتى رئيس الجمعية كي نقولوا له إجا كجمهور فهمنا، نحن رمينا ضد كشخص، احنا كرئيس جمعية راهو في فراغ إداري، راهو في حاجات يعني بدلنا 100 جوير، بدلنا 20 ممرن، يعني تو جا الوقت نبدلوا الهيئة ونشوفوا لعل ربي يبارك لنا فيها الخطوة هذيا، ما لقينا حتى حل، احنا كجمهور راهو في جمعيتنا هابطة فوندي القسم الثاني هكا راهو في عين الساق في القسم الثاني والساق في القسم القومي. يعني ما يلزمنا نتحرك وما عندناش اختيار، ما عندنا حتى حل اخر. قديش الرقم تطمحوا باش توصلوا له في الامضاءات؟ والله نكملوا 3 4 ايام هذوما واللي باش يتلموا باش يسبوه، ما احنا رغم اللي هو جاوبنا وقال راه ماهيش قانونيه، احنا نحب نتبعوا الطرق القانونيه وان شاء الله باش نشوفوا طرق اخرى. هو نورمالمون نتبعوا بالقانون. نورمالمون القانون الداخلي للنادي يهم المنخرطين معناها مش احباء وكهو. والله في حكايه المنخرطين صحيح هي النقطه هيك، لكن أول حاجة القانون الداخلي مدفون، الناس الكل ما عندهاش القانون الداخلي، قاعدين يتحركوا تو باش نشوفوا القانون الداخلي ما فماش ريحته، واثنين حتى كلمنا برشا أساتذة اللي حاضرين في الجلسة الانتخابية كل قوانا ما عندناش، والمنخرطين كلمنا برشا منخرطين اللي خاطر تصورهم في سي محمد سي محمد فما شكون قال لنا راني أنا مشيت صححت وأنا مش منخرط، يعني فما برشا شبهات في حكاية نتاع الخيرات والعدد اللي صوتت تسمع فيه سي محمد، يعني راهو حكايه غامضه برشا غامضه، حتى في التصويت فما حكايه كبيره وغامضه ان شاء الله باش نتبعوها زاد هذيك قانونيه. خاطر يقول القائل شكون قال اللي صح ومعناتها من حبايب السيابي معناها؟ برشا 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 انا شفنا شكون اتصل بيا وانا ما نحبش يعني نذكر اسمه وعدت وانا ما جبدوش، قال لي انا راني دخلت وصوت ورا صوت في بلاصه واحد اخر مكتوب اسمه اللقب نتاعه وصححت انا وخرجت، قال حتى ما خذوش عليا، قال لي خاطر نتابع راني جماعه تابع، يعني فبرشا حاجات اللي احنا ما كناش مركزين معاه خاطر ما تهمناش واحنا فرحنا ما فهمتنيش وقلنا الدراج والعقل فيها في الصاغر، لكن كي الوضع اللي فيه تفاجئنا برشا.
حاول تسمعني بربي سي محمد، كان نحكيو باش نتفاهموا مع بعضنا، ما فهمتنيش. قلت القصد العريضه شكون قال اللي مصححين فيها من حبايب السيابيه ال 2000 ولا 3000 هذا؟ هاكا فما الاسم ولقب وبطاقة تعريف. ماناش باش نطلعوا بطاقة تعريف، فما الاسم ولقب وبطاقة تعريف. 3000 واحد معناتها ظهرلي، مش الناس الكل باش يعرفوهم شكون. باهي سي محمد، يقول يقول عبد السلام السعداني، أنا أكثر رئيس رف في تاريخ السي بي، معناها شنو مطلوب؟ زوز مليارات ظهرلي قال حتى الرقم هذا، شنو مطلوب منه أكثر عبد السلام السعداني؟ والله عبد السلام السعداني إذا كان يقدم تقرير مالي يطلع هو صرف كما يحكي هو. ما يسالش، احنا جمهور نعطيه الحق، لكن احنا عندنا بالنسبه لنا احنا تو احنا بايع قريب 7 مليارات جوارات ومن الشهد السيابي. يعني عندنا احنا بالديتاي قدام الجوار وشنو هما الجوارات وشنو هما ديجا، احنا عم نقدم احنا قضيه تو عندها جي 4 شهور في الحكايه هذه في الفساد المالي اللي صار في السيابي. ديجا عندنا عليها كل شيء بالديتاي، عندنا المعلومات الجوارات اللي تبيعت والصوم قداش تبيعت والموفو فما خفيف التحركات، احنا سيري ما عندناش كونت بنكير ما عندناش السي بي، يعني فما برشا شغلات في برشا حاجات ما نحبوش حتى تو مش وقت باش نجبدوا عليها. رفعتوا قضيه معناها سي؟ رفعت قضيه عندنا يمكن 4 شهور. وين وصلت؟ مازال نستنى زاد في الجواب. وين وصلت؟ تعرف البيروقراطية في تونس. مازال ما فيها شيء، معناها ما فيهاش تقدم. مازال ما فهم حد شيء. لكن عندنا الوثائق اللي مقدمين القضايا، عندنا كل شيء. باهي يقول قايل، وهذا اللي جا في تدوين عبد السلام السعداني على فيسبوك، يقول قايل هاني خرجت انا، شكون البديل؟ فما ان شاء الله السيابية راه ما تقعدش من غير بديل. ديجا هو الواحد والاخر واحد يشد رئيس في السيابية. ديجا خرج هو في التصرفات، التصرفات نتاعو هو هرب على العباد، لكن ان شاء الله تو فما برشا عباد تحب تتقدم. المهم قال لك يعني ما يقارش شكون باش يقلقهم وتهديدات و اي وينهم هذا مخرج هو في الصيف ما تقدم حد معناه؟ لا وقتاش هو ما خرجش، هو هذاك عامل يعني حكايه خرافه ديجا نعرف، احنا راهو في وزاره الاصوات الدور بلاد صغيره راهو هو حب يجرب، لكن في الاخر كي قدمت العباد عاود هو تراجع يعني سحب فهمتني وخر عمل كنت راجع في الخطوه نتاعو. باهي شنو المطلوب منه اليوم؟ الاستقاله، الدعوه لجلسه العامه الانتخابيه، شنو بالضبط؟ احنا تو طلبنا دعم تدخل الهيئه التسييريه خا نعاونوا خا ما فماش امل خا نعاودوا نمنعوا ان شاء الله كما العام اللي فات، وبعد تصير تبيع بتحل تبيع بطاقات الانخراط وتصويت الانتخابات واللي يربح صح عليه. من اليوم معناها تطالبوا ظالم، ما تشوفش مش وقته اليوم سيرتو في السيتياسيون هذه الخايبه رياضيا نتاع الجمعيه؟ هي انا في اي وقت مش وقته، حتى كي تشوف احنا وقته طويل باش تكلمنا في الصيدية في الفراغ تو يحضر بطوله جمعتين، وفي نفس الوقت احنا لو قاعدين ندزوا مع الجمعيه هو بطبيعته يعني الهيئه الموجوده جايه كيف كي بلاش، ما هي فاش قاعده تسير هي حتى مادي الجمهور تو قاعد يدز يعني جايه كيف كي شو شي تغير كي ما فهمش الهيئه. وكي تفر بطوله لا قدر الله كي تصير مفاجاه تفر بطوله وتصير لنا بعد مفاجاه شكون مازال باش يشد يدك السيابي؟ الناس الكل تهرب بعد ما تغرق يقول تو باش حياتنا شد السيابي، الناس الكل تهرب تو حابين احنا العباد تتقدم لا قدر الله تصير لنا مفاجاه اللي قدموا هذوما نعرفوهم عندنا فيما الثقه ما يوخروش كهيئه تسليه الجروب نتاع عم سعيد الجروب اللي معاه ما يرخوش هذوما يعني احنا حابين تو تدخل الناس باش لا قدر في مفاجاه كمل الرجال تهز معنا الحمل ونعاودوا نرجعوا جمعيتنا خاطر يعني ما تعرفش عليه راح يقرا حساب السراء والضراء. وراكم شكون يحرك فيكم سي محمد؟ والله احنا تحرك فينا المشاعر نتاعنا الغيرة نتاع السيادية يتحرك فينا، احنا الجمهور كل معنا حتى واحد يحرك فينا. خاطر سميت لي مثلا تو يتحرك فينا. خاطر تو مثلا سميت لي سي سعيد. سي سعيد هذاك خاطر هذاك كبير نتاع العائلة في بنزارة في الجروب نتاع السيادية يرجعوا له هو الوسيط وهو اللي يربط بين العباد وهو اللي يرجع الناس وديما يعني عنده اكسبيريونس هو ديما نرجعوا له هو، كما احنا تربينا بالعادات كبير الحومة كبير الحومة عنا تو عم سعيد. لقيتوا تفاعل من الهيئه مع عبد السلام السعداني؟ فما شكون كلمكم اتصل بكم ولا لا؟ والله ما كلمنا حد، حكينا احنا باللغات الكل، عبطنا فيديوهات وطلبت شي بوصلوا سقيه يا ودي شوف حل تفضل قدم استقالتك راه الناس الكل تعاون، ما فماش جواب، ما فما حتى واحد ما جاوبنا. شنو هي الخطوه القادمه ناويين تعملوها؟ والله الخطوه لسه حتى نستنى تو رده الفعل. وان شاء الله تمنع احنا الجمعيه، املنا نتاعنا هي تمنع الجمعيه، حتى توفر الخطوه هذه، الخطوه الثانيه باش نعاودوا نلقوا مع جمعيتنا نلموا معاها فلوس مستحقات ماديا ومعنويا باش ندزوا مع الجمعيه، باش نكملوا الجمعيه هذه باش نسكروا الدوسي نتاع العريضه باش نتلفوا مع جمعيتنا حتى نشوفوا شنو باش تجاوبنا السلطه، ومن بعد كي توفر البطوله ان شاء الله تصير انتخابات. واضح، نخليك في الاخر كانت تحب تضيف حاجه ولا؟
والله نحب نعاود ديما نعاود على رئيس الجامعة إن شاء الله حكيت له ديك ما يستنيش فيها وكهو ونطلبه محنا من القضاء زي يقف معنا باش ما يستنيش مفاجئات وباش ما تصيرش حاجات ماذا بينا احنا القانون معنا يعني نتبع رب احنا بالطرق القانونية وإن شاء الله ربي يهديه زي السعيداني وإن شاء الله تمنع السيابي ويجي خير بحول الله. في موضوع لوديت حاولت تتصلوا بالجامعة ولا بعثتوا رسلتوا مثلا الجامعة؟ عاد رئيس الجامعة جاء في جويلة بنزرت وعدنا قدام الناس الكل يعني ما عادش باش نتصلوا احنا. واحنا قداش منا احنا في الاخر ديما راهو جمهور راهو حتى الخطوات نتاعنا محدودة يعني لك احنا كنوصلوا التصويت نتاعنا باللي نقدروا. طيب انت معاكم انتوما ان شاء الله ربي يبارك لكم معاكم تعاونوا فينا. انت خارج تونس يا محمد وعبد السلام سعداني كيف خارج تونس ما حاولتوش تنظموا لقاء بيناتكم تقابلوا؟ انا جيت مع تونس انا اسبوعين في تونس اسبوعين في ميلانو. اي مش مشكل ما حاولتوش تقابلوا؟ حاولت نتصل بيه ما يجاوبش ما يحبش يجاوب ما يحبش يحكي هو ما يحبش يناقش هو ما يحبش يناقش والعلم ولي علاش ما يحبش يناقش. واضح. شكرا لك يعطيك الصحة محمد الزفير. فيك ربي يبارك فيك شيء طيب شيء طيب. كنا نحكيو على العريضة اللي تقدموا بها مجموعة من أحباء سيابيل إتاحة برئيس النادي عبد السلام السعيداني. فاصل الأخبار وبعد مكملين في بلاي حتى للخمسة ونص.